واحدة بتقول أنا شابة قررت الرهبنة منذ فترة ولكن لم أنزلها، والآن هناك شاب أعجبت به وبشخصيته ولا أعرف هل هو معجب بي أم لا، وأيضا هناك تأنيب ضمير بسبب الرهبنة نفسيتي متعبة جدا. مادام ما ندرتش الرهبنة خلاص، بس مش كل واحد تعجبي بيه تفتكر انك هترتبط بيه، جايز الحكاية من طرف واحد. منين تضمني؟ وهل هتقدر تقوليله انت عندك نفس الشعور ولا لا؟ مش هتقدر. فيعني اللي تعجبي بيه انسي هذا الاعجاب شوية لغاية لما ربنا يحننها عليك.